بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 91 على 1. نقول بيانا للأمر الذي مرت الإشارة إليه، وهو أن الساقي يبدأ بمن عن يمينه أم يبدأ بكبير القوم ثم بمن يمينه بمن على يمينه. بعد أن نفتتح هذه الجلسة وهذه الكلمة بخطبة الحاجة التي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفتتح بها خطبه ودروسه عليه الصلاة والسلام، نقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمعلوم لدى إخواننا الحاضرين جميعا إن شاء الله أن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه الجملة من كلمة الرسول عليه السلام في تلك الخطوة التي أشرنا إليها، لكني أردت اختصارها لنبدأ فيما نحن بصدده من الكلام عن سنة ضيعها كثير من الخاصة من أهل العلم فضلا عن غيرهم. هذه السنة أن الساقي إذا بدأ بإسقاء الجالسين فإنما عليه أن يبدأ بمن عن يمينه، وهكذا على التسلسل. أما ما يقول بعض الناس قديما وحديثا من أن السنة أن يبدأ الساقي بكبير القوم ثم بمن عن يمينه، فهذا منهم وهم منشأه أنهم لم يتتبعوا الحديث الصحيح الذي بنوا عليه رأيهم من جميع طرقه وألفاظه. بيان هذا أن الحديث جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم زار قوما فأتي بلبن قد شيب بماء في قعب، والقعب هو الكأس الكبير، فشرب منه عليه الصلاة والسلام وبقي فيه شؤر فضة، وكان عن يمينه أعرابي، وفي رواية عبد الله ابن العباس رضي الله عنهما، وعن يساره أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وفي رواية مشايخ وكبار قريش. فلما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرب من ذاك الحليب الذي قد خلط بماء، التفت إلى من كان عن يمينه فقال له مستأذنا: أسقي أبا بكر؟ قال: والله يا رسول الله لا أوثر أحدا على فضلة شرابك. وفي بعض الروايات عمر جالس وهو يراقب الموضوع والوضع، فأعطاه لمن كان عن يمينه، وتطمينا لقلب الحاضرين وبخاصة منهم عمر بن الخطاب، قال عليه السلام: الأيمن الأيمن.
وفي رواية الأيمنون فالأيمنون فالأيمنون. هذه الرواية كما ذكرنا آنفا هي في الصحيحين، وقف عندها من ذهب إلى أن السنة أن يبدأ الساقي بكبير القوم، لأن هذه الحادثة صريحة بأن الساقي بدأ بالرسول عليه الصلاة والسلام، ثم بدأ الرسول عليه السلام بمن عن يمينه. لكن فاتهم شيء يتعلق بالرواية، وآخر يتعلق بالدراية أي الفهم والفقه. أما ما يتعلق بالرواية فهو أن في رواية في صحيح البخاري في كل من الحديثين، ذكرت آنفا أن الحديث من حديث أنس بن مالك، وقد جاء أيضا من حديث سهل بن سعد الساعدي، في كل من الحديثين زيادة مهمة جدا توضح وتؤكد خطأ الاستدلال بالرواية الأولى على أن السنة أن يبدأ الساقي بكبير القوم. تلك الزيادة تقول استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي بلبن قد شيب بماء في قعب. إذن هذه الزيادة تعطينا جواب سؤال، لماذا بدأ الساقي برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب عند الذين يقولون بأن السنة يبدأ بكبير القوم لأن الرسول سيده، هذا هو جوابهم. لكن الزيادة هذه ترد عليهم وتجعلنا نضطر إلى أن نغير الجواب ونقول إنما بدأ الساقي بالرسول عليه السلام لأنه كان استسقى أي طلب السقيا. هذه الزيادة وهي صحيحة وهي في صحيح البخاري تجعلنا نفهم من الحادثة أن الساقي الذي بدأ بالرسول عليه السلام إنما بدأ به لأنه كان قد طلب السقيا، فهي العمدة من حيث رواية على أن السنة لا تعني البدء بكبير القوم، وإنما تعني البدء بمن قال عليه السلام وطبق قبل ذلك القول بالفعل. وبيان ذلك سمعتم أن الرسول عليه السلام بعد أن شرب حاجته وبقي في القعب قضى استأذن من كان عن يمينه فلم يأذن وقال لا أثر أحدا على قضة الشوارع، فأعطاه وقال الأيمن فالأيمن. إذن السنة أن يبدأ الساقي بالأيمن فالأيمن. هنا أريد أن ألفت النظر إلى شيء يغفل عنه كثير من الناس، ألا وهو حينما شرب من كان عن يمينه عليه السلام، من كان الساقي؟ أهو الذي سقى الرسول عليه السلام أم هو الرسول نفسه؟ الرسول نفسه. إذن لو كان القول بأن الساقي يبدأ بكبير القوم والآن أصبح الرسول ساقيا، ما كان له ليستأذن من كان عن يمينه وهو إما صغير القوم وهو ابن عباس أو من الأعراب، وإنما كان يبدأ بكبير القوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فلما لم يبدأ به وبدأ بالساقي بالأعرابي أو ابن عباس الذي عن يمينه، دعم ذلك بقوله الأيمن فالأيمن، أو رواية ثانية الأيمنون فالأيمنون فالأيمنون. قلت آنفا أن هناك شيئين، أحدهما رواية والآخر دراية. الدراية التي يعنيتها هو هذا الاستنباط والنظر فيما فعل الرسول عليه السلام بعد أن أصبح القعب في يده وصار هو الساقي، فبدأ بمن عن يمينه وهو الأعرابي أو ابن عباس، فمعنى ذلك أن الفهم الذي
يتكل عليه بعض الناس أنه يبدأ بكبير القوم ثم بمن عن يمينه، هذا رأي لا دليل عليه، بل الدليل يعارضه كما سمعتم بوضوح تام. يضاف إلى ذلك أن ننظر إلى بعض القواعد الإسلامية التي منها قوله عليه السلام: أنا وأمتي براء من التكلف، أنا وأمتي براء من التكلف، وقوله: يسروا ولا تعسروا، والقرآن سابق لقوله عليه السلام: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. في كثير من الأحيان لا يمكن أن يتميز كبير القوم على الأذكياء من الناس، خاصة إذا كانوا متقاربين إما في السن أو في الجاه والعلم والمنزلة بين الناس. والساقي عادة في الأزمنة القديمة يكون من عامة الناس، ممن لا ثقافة عندهم ولا وعي في تمييز مقامات الناس ومعرفة درجات ومنازلهم. فإذا قيل للساقي ابدأ بكبير القوم، يعني قيل له توجيها وثقافة، فدخل المجلس، قد يكون هذا الرجل الذي هو عن يميني مثلا هو سيد القوم وهو عالمهم، لكن هذا الساقي يضطر ويغتر بإيش؟ الكبير في السن وباللحية. ترى هل هذا هو المقصود بالنسبة لأولئك الذين يقولون أن السنة أن يبدأ بكبير القوم سنا، أم كبير القوم علما وصلاحا ومنزلة؟ فهنا يظهر لكم أن تمييز كبير القوم أحدهم على الآخر أو الآخرين أمر صعب، لأنه يتطلب أن يكون على معرفة تامة بتراجم هؤلاء الضيوف، وفي كل يوم يكون في ضيوف. ولذلك أنا أقول الأمر يتطلب بالنسبة لساقي القوم أن يكون مثل ابن خلدون زمانه، يكون عارف تراجم الرجال ومنزلتهم، وهذا تكليف ما لا يطاق. وإذا كان من القواعد أنا وأمتي براء من التكلف، إذا يقال لهذا الساقي المسكين الذي وظيفته أن يسقي الجماعة وجزاه الله خير: ابدأ يا أخي من عن يمينك. ولا نتصور الساقي مهما كان غير مثقف وغير واعي إلا ويميز يمينه عن شماله، أما والله ابدأ بكبير القوم. مين هذا كبير القوم؟ لعله هناك، لعله في الزاوية وفي زوايا خبايا كما يقال إلى آخره. هذا تكليف لا يطاق. يضاف أخيرا شيء، أنه من المبادئ والقواعد أن الرسول عليه السلام كان يحب التيمم في كل شيء. قاعدة عامة، تقول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في كل شيء، في ترجله وفي تطهره وفي تنعله وفي شأنه كله. هذا كما يقول علماء اللغة تعميم بعد تخصيص، خصص تسريح الشعر والتطهر والتناول، ثم عمم الراوي أو عممت السيدة عائشة فقالت: وفي شأنه كله. فمن شؤون الناس إسقاء الضيوف، فمن يتولى الإسقاء هو كما قلنا رجل من عامة الناس. إذن ليتخذ المبدأ الإسلامي أن الرسول كان يحب التيمم في كل شيء، فيبدأ بيمينه. شيء آخر كنت أذكره بهذه المناسبة: لم يكن معتادا في زمن الرسول عليه السلام حينما سقي من القعب، لم يكن من العادة عندهم أنه يسقوا الضيوف جميعا من الحليب، لأنهم جماعة فقراء ومساكين، ولم يكن عندهم من السقيا كالشاي ونحو ذلك، وإنما كانوا يسقون الشخص الذي هو بحاجة إلى سقيا. إذن لا يصح أن نقيس تلك الحادثة
ولو رفعنا عنها جدلا تلك القيود التي ذكرناها ما يجوز لنا أن نقيس عليها ما نحن الآن معتادينه من أنه رب البيت يسقي الناس الشاي أو البارد أو نحو ذلك كل فرد بدون استثناء، لأن هذه عادة لم تكن من قبل، ولا شك أن هذه العادة لا تدخل في محدثات الأمور بل تدخل في قوله عليه السلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فهذا من إكرام الضيف، هذا التوسع في الإسقاء هو من إكرام الضيف الذي تيسر المسلمين في ما بعد الفتوحات الإسلامية. فإذا نتمسك بالمبدأ العام كان يهب التيمم في كل شيء، وبخاصة أن المبدأ الخاص في هذه الحادثة تلاقى واندعم بالمبدأ العام، وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين. تذبح عنه يوم السابع، ماذا تفعل؟ يوم السبت، يعني تفهم لفظ الحديث، يعني ما في شرح؟ شو يعني يوم السبت؟ يعني بجوز الثامن؟ يعني فينا هيك؟ عم نسألك سائل مسؤول ما يجتمع، يعني تفهم من الحديث يجوز يوم الثامن؟ تفهم من الحديث يجوز يوم الخامس؟ لصالحه يوم الثالث او الرابع عشر او الواحد ما اجبتني، وعلى هذه الطريقه ما راح استفيد شيء ولا انا بستفيد معه شيء، لا انا بدي اقول يجوز بس بدي استنى شيء. يعني هذا حكم مجرم، والا يكون التحديد حين ذاك الاول يتنزع عنه كلام الرسول عليه السلام. وهكذا كل العبادات، الأضحية مثلا أيام منى أكل ذبح، عفوا أيام أكل وشرب وذبح، هذا شو معنى بيجوز تذبح فيما بعد؟ لا هنا في أيام منى وفي الأضحية في نفس يعني يحرم. لا أنا الآن أنا أبحث في هذا النص شو بتفهم منه، وأنت الرجل العربي سليقة. لا لا بقول أيام منى أيام أكل وشرب وذبح، نعم. شو معناها؟ يعني أنه بيجوز الذبح في غيره عن لا لا بس لا تغلط، إذا غلط هنا معناها غلط هناك، وإذا أصبت هنا أخطأت هناك، فلازم يكون إيش مضطرد في الصواب وفي الخطأ. شو الفرق بين أيام منى وبين العقيقة؟ أنا فاهم أنك بتفري، بس بتفري بذوقك على الطريقة الصوفية اللي أنت بتدندن كثيرا في الرد عليها، ولا من حيث الفهم العربي؟ الله يرحمه. أيام منى أيام ذبح. نعم. كيف فهمت هذا أنه يفيد الحصر وتذبح يوم سابعه لا تفيد الحصر؟ لأنه أيام منى يعني بوضوح النص أنها في أيامنا، أما في الثاني الله الحقيقة الله يهديك. أنا مسألك كيف فهمت أيامنا أيام ذبح تذبح عنه يوم سابعه، تعبيران يعني يؤديان معنى واحدا، ليش فرق بينهما؟ وبعدين هذا التوقيت من الشارع ولا ليس توقيتا؟ توقيت. طيب هل يجوز مخالفة التوقيت الشرعي بدون دليل شرعي؟ لا. إذن لماذا نتردد في أن نقول أن العقيقة لا يجوز ذبحها إلا في اليوم السابع؟ انظر الآن كيف ينبغي أن نتسلسل في البحث العلمي الفقهي. ما دام هذا النص يفيد التوقيت كأيام من أيام ذبح، أيام التشريق أيام ذبح، فجاج مكة، هذا التعبير هل يفيدك لك الخيرة أن تذبح
خارج حجاز مكة وخارج منها، ولا تفهم أن هذا النص مجري. كل هذه كلها على طريقة واحدة تماما، وهذا بيكون نحن نلغي كلام الشان الحكيم. قلت إلا بنص شرعي. قول عليه السلام تذبح عنه يوم سابعه، لا شك أن هذا يلزمنا بأن نذبح العقيقة في اليوم السابع. لكن هنا شيئان، الشيء الأول وهو راجع إلى قاعدة شرعية، هذا لمن كان مستطيعا، فإذا كان غير مستطيع فاستطاع فيما بعد معليش، كأي عبادة هي فريضة آكد من هذه الفريضة، ما استطعت صلي لأمر ما، ومعروف ما هو الأمر، النوم أو نسيان، فأنت بتصلي حين تذكر وحين استيقاظ. ما استطعت تصلي بالأركان كلها وإنما بعضها، بتصلي على قدر استطاعتك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولكن أنت تستطيع أن تذبح في اليوم السابع ثم لا تفعل، فما عذرك في ذلك؟ والله أنا لا أفهم أن هذا النص ملزم. من لحقك بالعاجل من تحكيتنا نحن، ويمكن هذا يعني الإلحاق إذا أوقف بك عنده يكون هذا رحمة من ربك. على نفس الموضوع، هذا نجم، هل يكشف أن نفهم من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلام متهم بعقيقته، فلو خالف امرؤ اليوم السابع وكان مستطيعا وذبح في اليوم العشرين أو غير أي يوم آخر، يقع عليه الإثم بمخالفته اليوم السابع، ولكنه يسقط رهنا الواقع في أول الحديث. كلام ناقد ومنقول. الذي يسقط هو العقيقة. والعقيقة شرطها أن تقع في اليوم السابع، وما دام أنك افترضت أنها وقعت في غير هذا اليوم وهو مستطيع أن يذبح في هذا اليوم، فكلامنا أيضا منقول. الذي يذبح في غير اليوم السابع وهو مستطيع كالذي يذبح قبل العيد أو بعد العيد الأضحية، لا فرق بين ذلك، لأنه تعدى التحديد الشرعي. الذي ذبح فيما بعد ما فكر الرهن. وما يشيع عند كثير من الناس الرابع عشر والواحد والعشرين، هذا الذي أنا كنت أريد أن ألفت النظر حينما قلت إلا بنص يجب أن نقف عند التحديد الشرعي إلا بنص. لولا أنه جاء في بعض الروايات التوسعة في من لم يتيسر له الذبح في اليوم السابع ففي الرابع عشر، وإلا آخر شيء في الواحد والعشرين. لذلك الحديث مع أخينا هذا وأيوب كان على أساس أنه ذبح بعد الواحد والعشرين، فلا ذبح في السابع ولا في الرابع عشر ولا في الواحد والعشرين. فإذا هو لا أخذ في العزيمة في اليوم السابع، ولا أخذ بالرخصة في اليوم الرابع عشر وفي اليوم الحادي والعشرين. فسؤالك أنت يعني على التعبير العسكري في بعض البلاد مكانك رايح، يعني أنت وياه سواء. طب من ذبح مثلا ليس في الرابع عشر إنما في السابع عشر في الثامن عشر، نفس الشيء نفس الشيء، لأنه ما ذبح في الوقت الشرعي، ما ذبح في الوقت الشرعي. شيخنا كما كنت ذكرت في غيري هذا الموضوع أنه حكمة العدد لها يعني شيء بالغ في الشريعة، بلا شك حكمة العدد لها حكمة بالغة، ولا ما فائدته إذا تفرضنا نقصا أو زيادة؟ إلغاء وتعطيل الحكم الشرعي، ونحن أخشى ما نخشى أن نوجد من أنفسنا اليوم معطلين في الأحكام الشرعية كما وجد قديما معطلين في الصفات الإلهية. تفضل. تفضل. الحديث دائما أدله بحثت عنه ما عليه لا صحيح ولا ضعيف، فنفسي يعني بدي أعرف شو مدى صحته، إنه جاء رجل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه محمد، فقال الرسول إن زوجتي لا ترد يد مصافح، فقال له طلقها، والثاني قال له طلقها، وكان الرجل يحتج إنه عنده منها أطفال، فالمرة الرابعة قال له عظها،
شو قال له في المرة الرابعة؟ قال له عرها يعني عرها؟ من الوعو يعني. ايوه اسمع. الحديث صحيح لكن أنت رويته بزيادات لا أصل لها. الحديث في سنن النسائي وغيره كالآتي: أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: زوجتي أو امرأتي لا ترد يد لامس. ليس هناك ذكر للمصافحة أولا، وإنما قال لا ترد يد لامس. فقال له عليه السلام: فورا طلقها. ما قال له لا في المرة الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة أيضا، قال طلقها. قال: يا رسول الله إني أحبها. قال: فأمسكها. هكذا الحديث. بالأول قال له طلقها، لما قال له إني أحبها قال فأمسكها. والحديث يجب أن يفهم فهما صحيحا، ومن بعد هذا الفهم الصحيح يمكن أن يستنبط منه بعض الأحكام الشرعية التي يكون بحاجة إليها كثير من الناس من الرجال الذين يستعجلون وينفذون الطلاق على زوجاتهم ثم يندمون. فنستطيع أن نأخذ من هذا الحديث الصحيح حكما يتناسب مع وضع كل واحد من هؤلاء المطلقين النادمين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فالفهم الصحيح لهذا الحديث هو: لا ترد يد لامس، لا يعني الزوج أن زوجته قحبة، تعرفون قحبة؟ وإنما يعني أنها امرأة ساذجة، يعني بسيطة، يعني ما أدري شو بتقولوا عندكم هنا، عالبركة أحسن، عالبركة، درويشة. عليكم السلام. وهذون الدراويش سواء كانوا من الرجال أو النساء بينطلع عليهم الغش، لكن نيتهم الداخل سليمة. فهو يعني ويشهد في زوجته هذه الشهادة في قوله لا ترد يد لامس. وهذا يقع في كثير من الأحيان في القرى بين الفلاحين والفلاحات، لأن عايشين مع الأسف مجتمع أشبه بالمجتمع الغربي، لكن فيه طبعا شيء من الحماية والأداب الإسلامية، لكن أيضا في شيء من الاختلاط. فتجد الشاب يتكلم مع الشابة وعلى عرض الطريق يعني، وعلى مرأة الأب والأم والصديق والأخوة إلى آخره، فيتكلم معها في أثناء الحديث يعمل لها هيك: روحي بقى. هاي لمسة شايف، وقد تكون لمسة أعمق من هيك. إلى آخره. الزوج نحن الآن بدنا نحكي على أحكام المصافحة اللي ابتلي بها بعض المسلمين اليوم، هذه جاءتهم من الاستعمار الغربي والفكري. أما في العهد الأول ما في امرأة يصافحها رجل أجنبي عنها، لذلك موضوع المصافحة ليس له علاقة بهذا الحديث، وإنما مش ما قلت لك يعني شيء يقع عادة قديما وحديثا حتى اليوم، هذا الغمز وهذا اللمس. فالرجل حينما كان يرى من زوجته هذه البساطة وهذه الدروشة تأخذ إيش الغيرة، فشكاها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن البساطة والغفلة لهذه الدرجة ما هو خلق حسن، ولو أنه إيش النية ما هي نية سيئة. فقال له عليه السلام: اقطع هذا الداء مباشرة، طلقها، خلص منها، ما دام هي درويش وأنت غيور طلقها. قال: إني أحبها. هون بقى المشكلة. فالرسول عليه السلام سيد الحاكمين من البشر
ما أصر على قوله الأول طلقها، وإنما عكس ذلك وقال أمسكها إذن. لماذا؟ وهذا الحديث من جملة الأحاديث، هل لازم يكون من مراد مراد وما يعمل طبعا برازيت، لأنه ينبنى عليه حكم شايف. ليه؟ لأنه نحن اليوم نسأل زوجي بفعل كذا وكذا، هل يجوز أن أعيش معه؟ بيشرب خمر، ما بيصلي، ما كذا إلى لا ما بيجوز. طيب شو لازم يساوي؟ لازم تطلبي المفارقة منه. مدامك أنت ملتزمة فما بيجوز أي شيء تحت اسم فاسق إن لم يكن كافرا، لازم تطلب المفارقة من القضاء الشرعي. عندي أولاد منها، وين بديروه بالأولاد؟ هون بقى أنا بجي بقول مدام ما بتقدر تعيشي بدون الأولاد إذا عيشي معه. هذا مما استفدناه من إيش؟ من حديث يعني. فإذا الحديث عرفت روايته الصحيحة، قال طلقها، قال إني أحبها، قال فأمسكها. إذا إذا سئل أحدنا عن علاقة بين زوجين تقتضي أن يطلق أحدهما الآخر، طبعا هذا من باب التغليب لأن الطلاق بيد من أخذ بالساق وهو رجل، لكن اليوم أصبح معروفا عند النساء وما بيتحرج من القول أنه أنا بدي طلقه لزوجي، وأنا أعرف ماذا تعني، بدها ترفع دعوة عليه وتطلب إيش؟ مفارقة. ما هي ما بتوع بيدة طلقه، لأنه الطلاق بيد من أخذ بالساق. تقول يا سيدي أنت طالق. نعم كمان نكمل بعد حديث إن شاء الله. طيب يا سيدي بسم الله. قرأت في مشكاة المصابيح أن الإمام مثلا استكتى بعد ولا الضالين ما في سكتة، وأن الحديث الوارد فيها ضعيف، فبعض الأئمة يسكت يقول لك بدي أسكت حتى دقيقة مثلا فترة بسيطة حتى أتيح للمأمومين أنهم يقروا الفاتحة، فهل يأثم بما أنه ما فيش دليل على السكتة بعد؟ هذا بارك الله فيك الجواب عليه يأثم أو لا يأثم يعود إلى قناعته الشخصية. إذا سلك طريق أهل العلم لمعرفة الحق مما اختلف فيه الناس، أو سلك طريق غير أهل العلم بسؤال أهل العلم فأفتوه فتبنى فتواهم فلا إثم عليه، أما أن يركب رأسه وأن يتبع هواه فهو آثم. واضح كلامي؟ يعني هو إما أن يكون مجتهدا وصل به اجتهاده إلى هذه السكتة الطويلة التي يتمكن فيها المقتدون من قراءة الفاتحة فهو ليس بآثم بل هو مأجور على كل حال، وإما أن يكون ليس من أهل العلم والاجتهاد وإنما هو سأل بعض من يظن فيهم العلم فأفتوه بأن هذه السكتة وردت فهو بناء على ذلك يسكت، فأيضا لا إثم عليه. الإثم إنما يترتب على المكلف فيما إذا اتبع هواه وأفتى نفسه أو غيره بغير علم. مسموع الجواب؟ الحمد لله. أي نعم، هذا الأذان في الواقع يعني أعجبني وما أعجبني. ما أعجبني بطبيعة الحال ما فيه من التلحين والتطريب، وأعجبني من حيث حسن صوته لأنه ذكرني بحديث أبي محذورة وهو أحد مؤذني الرسول عليه السلام، حيث سمعه عليه السلام يؤذن تقليدا وليس إيمانا، فناداه ولما دخل الإيمان في قلبه جعله مؤذنا له عليه السلام وعلمه كيف يؤذن، وكان من الفوائد التي جنيناها بهذه المناسبة أقول كان من الفوائد التي جنيناها من حديث أبي محذورة هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علمه الأذان وهو الأذان المعروف اليوم تربيعا قال له فإذا أذنت للصبح لأذان الأول
فقل الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، هذا الذي يسمى بلغة الشرع بالتثويب في صلاة الفجر. هذا التثويب استفدناه من حديث أبي محذور هذا، واستفدنا منه موضعه وهو أنه في الأذان الأول وليس في الأذان الثاني كما هو المعهود اليوم، فجعل التثويب في الأذان الثاني هو خلاف السنة. أذكرني أذان المؤذن اليوم بأذان أبي محذورة وتعليم الرسول عليه السلام إياه، نظرا لأن صوته كان نزيا، فأن دعوة صوت مؤذنكم ذكرني بهذا الحديث، هذا الذي أعجبني منه. لكن ما أعجبني منه أنه كان مقلدا لأذان أحد أو بعض المؤذنين في المدينة المنورة، وهو ليس أذانا شرعيا لما فيه من المد والمطمطة والتنغيم في غير المكان المعهود في لغة العرب لغة الشرع. فهذا الصعود والنزول والهبوط بالصوت هذا تقليد لنغمات المغنين في أغانيهم، ولا جرم أنه كان من المتوارث عند السلف الصالح إنكار محدثات الأمور بعامة وإنكار التلحين في الأذان بصورة خاصة. وقد صح عن ابن عمر رضي الله عنه أن رجلا جاء إليه فقال له إني أحبك في الله، قال أما أنا فأبغضك في الله، قال كيف؟ قال لأنك تلحن في أذانك وتأخذ عليه أجرا. ولذلك فالمؤذن كل مؤذن يبتغي بأذانه وجه الله ويطمع أن يكون عند قول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، فلن يصل المؤذن إلى هذه المنزلة وإلى هذه المرتبة أن يكون من أطول الناس عنقا يوم القيامة، يشترط فيه أن يكون قد تحقق بخصلتين اثنتين. الخصلة الأولى أن يكون أذانه لله. ولذلك جاء من وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعثمان ابن أبي العاص الثقفي الذي أرسله النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى قبيلته بني ثقيف، قال له عليه السلام أنت إمامهم، أنت إمامهم واقتدي بأضعافهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. فأول خصل يجب أن يتحقق بها المؤذن الذي يبتغي الأجر عند الله عز وجل، ومن ذلك ما ذكرته آنفا، فأول شرط في ذلك أن يكون أذانه لله، والشرط الثاني أن يكون أذانه على السنة. السنة ليس في الأذان تطريب وليس في الأذان تلحين، وإنما يكون على سجيته وعلى طبيعته. نعم يستثنى من هذا الذي قلته أن يتعمد رفع الصوت ما استطاع إلى ذلك سبيلا، لأنه قد جاء في الأحاديث الصحيحة أن المؤذن يشهد له كل من سمع صوته من إنس أو جن. ولذلك فيختار المؤذن
الذي يكون صوته أعلى من غيره، وهذا أخذ من قصة شرعية أصل شرعية الأذان. ومعلوم لدى الحاضرين إن شاء الله أن الأذان لم يشرع هكذا مباشرة، فقد كانوا بعد أن شرعت لهم الصلاة يتنادون، ينادي بعضهم بعضا كما يفعل بعض الناس اليوم، وهذا غير مشروع. يا الله الصلاة الصلاة صلوا صلوا. كانوا هكذا ينادي بعضهم بعضا، فاجتمعوا وتآمروا ليختاروا سبيلا يتفقون عليه ليعلنوا عن حضور وقت الصلاة. اختلفوا في ذلك، منهم من يقترح أن يعلنوا عن وقت الصلاة بإيقاد نار عظيمة، فكان جواب الرسول عليه السلام أن هذا شعار عباد النار. آخر اقترح أن يضرب على البوق، فقال هذا شعار اليهود. وثالث وأخير اقترح أن يكون الإعلان بالضرب بالناقوس، فقال عليه السلام هذا شعار النصارى، وانفضوا على لا شيء. وتلك الليلة رأى بعضهم أنه بينما هو يمشي في طريق من طرق المدينة إذ لقي رجلا بيده ناقوس، قال له أتبيعني هذا؟ قال لما؟ قال لكي نضرب عليه للصلاة. قال فلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ وكان هناك جذم جدر، جذم جدر أي جدار منهدم بقي منه بقية مرتفعة عن الأرض، وهذا أمر مشاهد دائما أبدا، لأن الجدار مهما كان قويا أو رخيا لا ينهدم من أصله بحيث يصبح مع الأرض سويا، وإنما يبقى منه بقية مستعلية عن الأرض. فقام هذا الشخص الذي رآه صحابي في المنام، قام عليه واستقبل القبلة وأذن الأذان المعهود اليوم، ثم نزل عن هذا الجذم وأقام الصلاة. فلما أصبح الرجل قص عليه القصة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إنها رؤيا حق وشاهد تمام قولي عليه السلام، فألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك. ومن ذاك اليوم صار المؤذن هو بلال الذي لم يرى تلك الرؤيا، لأن صوته كان نديا كان شجيا. ولذلك فهذا أمر مستحب في المؤذن، ولكن لا ينبغي أن يتتبع في أذانه القواعد الموسيقية التي يقيم عليها المغنون أغنية أغانيهم. لهذا ننصح مؤذننا الليلة أن يكون كما نظن أولا مخلصا في أذانه لله تبارك وتعالى، لا يبتغي وراء ذلك جزاء ولا شكورا، وثانيا نرجو أن لا يتتبع تقاليد بعض المؤذنين ولو في المسجد النبوي، لأن المسجد النبوي اليوم مع الأسف فيه كثير من الأمور المحدثة التي كان ينهى على عنها عليه الصلاة والسلام وهو في قيد حياته. وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وإياكم الله خير. يفلد العلماء يعني في كلامهم أو كذا وكذا. كذلك ما يجوز، هذا كله تكلف. يحب العلماء مثلا يقلد صوته يصير يتكلم بصوته من هذا الحال. كل ذلك
تكلف غير مرضي. سؤال هات الميكروفون. لأن السلف لم يرد عنهم أنهم كانوا يقلدون الرسول عليه السلام في طريقة الكلام. سؤال تابع للعلماء. هات الميكروفون يا شيخ. ما تفضل فيه بالنسبة للأجر على الأذان؟ الحمد لله احنا كلنا بناخذ اجر رواتب من اوقات عاجل عاجل ان شاء الله ولا عاجل؟ لا فلوس قروش دنانير ناخذها يوم 27 شهر. ايه. واذا ما اخذناها لا بنأذن ولا بنداوى. ايه. يعني هيك اغلب الناس. اي نعم. حمان الله واياك. اللهم امين. لو الشيخ يعني يدلنا اخذ هذه الرواتب والحالة هذه. علما أن المؤذن بخدم المسجد أيضا. بخدم المسجد بس يوم الثلاثة ما بخدم المسجد. إنه عطلة. ما يصلي نهائيا. ها؟ ما يصلي نهائيا زمان الرجال. في بعضهم لكن احنا نريد يعني ما يراه شيخنا حفظه الله. ابشر يا ابا ايوب. تفضل يا شيخ. ابشر بكل خير. هات الميكروفون يا ابو اولا. هناك خطأ لفظي يشترك فيه كل مؤذن أو موظف في الوزارة، وزارة الأوقاف، ولو كان مخلصا في وظيفته فهو يشترك في خطأ مع غيره ممن هو قد لا يشاركهم في عدم الإخلاص لكن يشاركهم في التعبير. والإسلام من كماله وسعة دائرة فوائده أنه جاء أعطي بيدك اليمنى يا غلام، بيدك اليمنى، جاء ليصلح أيضا ظواهر الناس وألفاظهم وليس فقط بواطنهم وقلوبهم، جاءهم بكل خير. من ذلك قوله عليه السلام إياك وما يعتذر منه، لا تكلمن بكلام تعتذر به عند الناس، لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن لقست. لقست خبثت معناهما واحد، لكن لفظة الخبيث خبيثة، فصرف الرسول المسلمين أن يتلفظوا بهذا اللفظ وأراد منهم أن يأتوا بلفظة لطيفة تؤدي نفس المعنى، لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن لقست. هذا يؤخذ منه أن الإنسان يجب أن يختار اللفظة والعبارة التي تعبر عما في نيته تماما، ولا يتكلم بكلام يقول الله أنا قصدت كذا، وهذا يقع كثيرا. وإذا كان الأمر كذلك في الأمور العادية فكيف يكون الأمر في الأمور الدينية؟ ولا يجوز للمسلم أن يتلفظ بكلمة تتعلق بالله أو برسول الله صلى الله عليه وسلم مما لا يجوز ولا ينبغي أن يقال ولو أن نيته كانت حسنة. هذه توطئة لنقول لا يجوز للمسلم أن يقول نحن نؤم الناس ونؤذن ونأخذ أجرا، لأن هذا يصدم الحديث السابق الذكر الذي أوصى به نبينا عثمان بن أبي العاص حين قال له واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذاني أجرا. فكيف يقول المسلم عن نفسه أنا أخذ على أذاني وعلى إمامتي أجرا؟ الأصل أن يقال ما حكم ما يأخذه الموظف في الدولة وظيفة شرعية كالإمامة والتأذين والخطابة ونحو ذلك؟ لنجيب على هذا فنقول إذا أخذه على كونه أجرا فهو إثم وهو سحت، لأنه لا يجوز المسلم أن يأخذ على عبادة يقوم بها أجرا عاجلا من حطام الدنيا، وإنما يجب أن يبتغي بذلك وجه الله كما قال الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله
مخلصين له الدين. وقال عليه السلام: بشر هذه الأمة بالرفعة والثناء والمجد والتمكين في الأرض، ومن عمل منهم عملا للدنيا فليس له في الآخرة من نصيب. فكل هؤلاء الموظفين في الوظائف الشرعية يجب أن تكون نيتهم خالصة لوجه الله عز وجل. بعد هذا لا يهمهم ما جاءهم راتبا من قبل الدولة إذا هم لم يأخذوه أجرا. ورعاك معي ومع الحاضرين جميعا. لا ينبغي أن يأخذ ما يرتب له من راتب على أنه أجر، وإنما هو راتب فعلا. ونحن نعلم من التاريخ الإسلامي الأول، وبخاصة في عهد العمرين الأنورين، عمر بن الخطاب وابن عبد العزيز، أنهما جعل أو حاول أن يجعل لكل مسلم كبير أو صغير راتبا من الدولة. فالراتب من الدولة لا ينبغي أن يكون مقابل وظيفة يقوم بها المكلف، وإنما ينبغي أن يكون عفوا راتبا مجانا نستطيع أن نقول من قبل الدولة، وذلك ليعيش المسلمون في غنى عن الاهتمام بالدنيا وينصرفوا للعمل للآخرة. فإذا هنا نستطيع أن نقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل ما نوى. فمن أخذ هذا الراتب على أنه أجر فهو آثم، وهو ما يأخذه فهو سحت، ومن أخذه من باب الراتب والتعويض عما يفوته فلا بأس من ذلك إن شاء الله، ما دام أنه في قلبه مخلص في عبادته لله عز وجل. ولكن هنا لابد من التنبيه على أمور تدق ولدقتها تخضع على بعض هؤلاء الموظفين في بعض الوظائف الدينية. من ذلك مثلا أنني أرى بعض هؤلاء الموظفين لا يواظبون على أداء وظيفتهم في بعض الأيام، فأسأل فأجاب بأنه مجاز، فأقول: مجاز هذا في الوظائف الدولية، غير إيش؟ غير الوظائف الدينية، شو مجاز أنت؟ فهذا مجاز غلب عليه أحد شيئين، وأحلاهما مره، غلب عليه أحد شيئين أحلاهما مره. المر أنه تأثر بعادة كل الموظفين، فالموظفين هل بالبنك وهل بالضرائب وبالجمارك إلى آخره، هدون إلهم إيش؟ إجازات. فغلبت عليه هذه العادة عند الآخرين فهو يقولها هكذا عصف الخاطر. هذا مر لأنه يتعلق بالألفاظ التي أشرنا أنفا إلى أن الشاعر الحكيم حذبنا وأدبنا وأحسن تأديبنا ونهانا عن أن نتلفظ بشيء ما ينبغي أن نتلفظ به. هذا مر، والأمر أن يكون واقعا هو يستسيغ هذه الإجازة، ومعنى ذلك أنه يستسيغ عدم القيام بالطاعة. هذا هو تفسير هذه الإجازة في العبادات الدينية. الذي يصلي بالناس إماما له أجر من يصلي خلفه، إيش معنى قوله أنا مجاز أنه ما يصلي إماما؟ والذي يؤذن، وقد عرفت من فضائله، وهناك حديث يقول: من أذن لله 7 سنين، نسيت إيش الفضل الذي جاء في الحديث، فضل بالغ جدا. الحمد لله من الأردن ما في شيخ موحد لهذا شريط كسر. الشاهد ما تلاقي ما في الأردن. نعم. الحديث 10 سنة. يمكن نعم هو هذا. الشاهد. لا يجوز للموظف وظيفة دينية أن
غشة بالإجازة التي يعطيها الأوقاف له ويتمتع بها وهو بغير حاجة إليها. أريد أن أقيد كلامي السابق حتى لا يفهم على إطلاقه، فقد يكون رجل رب عائلة ولا يتمكن بالقيام ببعض لوازم بيته أو أهل بيته إلا في وقت الإجازة، ما في مانع بذلك ولو لم يجز رسميا، ما في مانع أن ينيب عنه شخص يصلي بديلا عنه أو يؤذن أو يخطب إلى آخره، لأن له عذرا شرعيا. وفي هذه الحالة ليس بحاجة إلى أن يأخذ إجازة نظامية أو روتينية كما يقولون، فهو ليس بحاجة، يشعر أنه ليس بحاجة إليها، مع ذلك هو يتمتع بهذه الإجازة التي يتمتع بها كل الموظفين. فيجب أن يشعر هذا الموظف أنه ليس كسائر الموظفين، هذا موظف إذا صح التعبير عند الله في وظيفة من الوظائف الدينية، فكيف ينسى هذه الفضيلة وهذه المنقبة ويتجاهلها ويقول أنا مجاهد؟ هذه ذكرى وذكرى تنفع المؤمنين. شأنه من قصر الأوقاف أو أنه يقوم بالعمل ولا يأخذ المقابل، إذا كان له مصدر آخر يستطيع أن يعيش. فهمت عليكم. إذا أخذه بالشرط السابق فهو له، وإن استغنى عنه فهو خير له، إلا في حالة واحدة، وهذه الحالة الواحدة مما استفدناها من حديث عمر رضي الله عنه. يقول عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه مال أعطاني منه، فأقول: يا رسول الله أعطه إلى من هو أولى به مني. فيقول الرسول عليه السلام له: يا عمر، ما آتاك الله من مال ونفسك غير مشرفة إليه فخذه. تتمة الكلام في الشريط التالي.